الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد فالسلام عليكم احبه الحبيب صلى الله عليه وسلم مع بلاغه حديث من احاديث سيدنا رسول الله وحديثنا هذه الليله رواه الامام مسلم في صحيحه بسنده عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفه فقال ايكم يحب ان يغدو الى بطحان او العقيق فياتي بناقتين كوماوين في غير اثم ولا قطع رحم فقلنا كلنا يحب ذلك يا رسول الله فقال لان يغدو احدكم الى المسجد فيعلم ايتين او يقرا ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوماوين وثلاث خير من ثلاث واربع خير من اربع ومن عدادهن من الابل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يرينا فضل طلب العلم ويرينا مكانه طلب العلم فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم استخدم اساليب التشويق لماذا لان النفس بطبيعتها تركن الى الراحه ولان النفوس البشريه بطبيعه خلقتها تحب الدنيا وتحب الارزاق وتحب الاموال وصدق ربنا اذ يقول المال والبنون زينه الحياه الدنيا فقدم المال على البنين هذه النفس البشرية وكيفية خطابها ترينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة الله لإصلاحها وحينما تريد أن تصلح أحدا لا بد أن تقرأه ولا بد أن تعرف أفكاره ولا بد أن تعرف طبائعه ولا بد أن تعرف مشاعره ولا بد أن تعرف فيما يفكر حتى ينزل خطابك مناسبا لطبيعه افكاره ملائما لطبيعه ما جبل عليه هكذا يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ثم انه يخاطب من يخاطب اهل الصفه والصفه هذه هي مكان حدده نبينا صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف ولم يكن المسجد مسقوفا كله وإنما كان هناك جزء مسقوف في المسجد النبوي الشريف في آخر المسجد هذا المكان يكون مخصصا لمن يأتي إلى المدينة المنورة ولا يكون له أقرباء ويأتي لفترة من الزمن يتعلم فيها الإسلام وشريعة الإسلام والقرآن ثم يعود إلى قومه منذرا ومبشرا فكانوا يقيمون في هذا المكان وكانوا ياكلون مما ياكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان جاءته صدقه وضعها فيهم وان جاءته هديه اشركهم معه فيها صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم اهل الصفه وهؤلاء اتوا من قبل اهليهم ليكونوا رسلا اليهم من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذه الفئه التي تركت الدنيا لتتعلم العلم ليريهم ان الخير في تعلم العلم وان الفضل في تعلم العلم، ليعلمهم ان ما تركوا اهليهم وما تركوا اوطانهم من اجله وهو طلب العلم هو خير لهم من كل ذلك، هو خير لهم من اي غنائم من غنائم الدنيا، فلننظر الى الفئه المخاطبه التي يخاطبها نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لنتعلم نحن من نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نخاطب الناس وكيف نقنعهم بما نريد وكيف نقنعهم بعمل الخير اذا فهمنا الفئه التي يخاطبها النبي صلى الله عليه وسلم انهم اهل الصفه نرجع الى الحديث خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفه اي في المكان المخصص للمواطنين من غير اهل المدينه الذين رحلوا وتركوا الدنيا كلها من اجل ان يتلقوا العلم على سيدنا رسول الله ليعودوا هداة الى اقوامهم وائمه في اقوامهم هؤلاء هم الذين يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هذه العباره مهمه جدا في روايه الحديث لنفهم طبيعه الخطاب ولنفهم كيف لامس نبينا صلى الله عليه وسلم مشاعر المخاطبين حتى نعرف فن الخطاب وفن الحوار وفن الاقناع وفن الامتاع نتعلم ذلك كله من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمع البقيه بعد الفاصل ان شاء الله تعالى اهلا بكم احبه الحبيب صلى الله عليه وسلم راينا قبل الفاصل ما جاء في روايه الراوي عقبه بن عامر رضي الله عنه وكيف يقول ونحن في الصفه وفهمنا دلالتها في الحديث فلننظر الى خطاب الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى نعلم طرائق الخطاب انه فن عظيم بالغ وانه صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم بدا الحبيب صلى الله عليه وسلم بالتشويق وباسلوب التشويق والتشويق ها هنا في هذا المقام مهم للغايه انه يريد ان يستجمع مشاعر هؤلاء الصحابه انه يريد ان يصرفهم صرفا عما يعانونه في داخلهم من ترك اوطانهم وترك قبائلهم وترك اموالهم والمجيء لتلقي العلم على يدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرف هؤلاء عن هذه الدواعي امر ليس سهلا، فلذلك بدأ الخطاب بالتشويق حينما قال: ايكم يحب ان يغدو، اي ان يخرج مبكرا، لان طلب الرزق يكون مبكرا، فخاطبهم بماذا؟ بما يلائم احوالهم، ايكم يحب ان يغدو. أي أن يخرج مبكرا إلى بطحان أو العقيق بطحان والعقيق مكانان في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم فهو يعرض عليهم ويستفهم ويعلم بهذا الاستفهام المشوق جدا أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فحينما يغدو أي مبكرا سيعود برزق وافر هذا الرزق الوافر يتجلى في ماذا؟ فيأتي اي فيعود بعدما خرج الى هذا المكان وسعى هذا السعي فيأتي برزق عظيم جدا فيأتي بناقتين كوماوين ما معنى كوماوين؟ اي ناقتين وافرتي اللحم كبيرتي الحجم فحينما يغدو الى هذين المكانين ويعود بناقتين كوماوين انه حينئذ اثار الانتباه وشوق القوم الى هذا السعي القليل الذي ياتي برزق وفير حينئذ جمع مشاعرهم وصرفهم عن ترك اوطانهم وعن ترك اموالهم وردهم الى الطبيعه البشريه فحينما استقروا على ذلك واقبلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم ببركه هذا الخطاب قالوا جميعا في نفس واحد مقاله رجل واحد كلنا يحب ذلك يا رسول الله لماذا وما خالفوا طبيعه البشر في هذا فمن ذا الذي يسعى الى مكان فيعود برزق وفير ثم لا يحب هذا فلذلك كانت الاجابه اجابه جماعيه موحده تريك كيف فعل اسلوب النبي في المخاطبين يريك اثر الاسلوب النبوي العالي الغالي في مشاعر هؤلاء المخاطبين لدرجه جعلتهم يجيبون اجابه موحده جماعيه مؤكده فقالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله هل تكلموا جميعا بلغه واحده هل تكلموا جميعا في نفس واحد هل نطقوا جميعا مره واحده كل ذلك متوقع ان يكون الشاهد انه يريك كيف اثر الخطاب النبوي وكيف تتعلم انت اخي المسلم وانت اخي الداعيه انت بحاجه الى ان تتعلم الخطاب البليغ من الحبيب صلى الله عليه وسلم انت بحاجه الى ان تجمع قلب المستمعين اليك انت بحاجه الى ان تجمع مشاعر المخاطبين نحوك فاذا جمعت مشاعرهم ومكنك الله من هذا بذرت الخير فيهم فانبت واثمر كما كان يصنع الحبيب صلى الله عليه وسلم ولذلك كان الجواب جوابا جماعيا لا خلاف عليه كلنا يحب ذلك يا رسول الله اي كلنا يحب ان يخرج فيسعى سعيا قليلا فيعود وقد امتلا برزق وفير جدا فلما استقروا على هذا ولما قبلوا الخطاب النبوي العالي الغالي انتقل الحبيب صلى الله عليه وسلم ليريهم أن ما جاءوا إليه وما يحصلونه من الثروات الأخروية إنما هو أغلى مما عظموه وإنما هو أوفر مما عظموه بعدما استقر ما عظموه في نفوسهم انتقل إلى الخطاب المقنع الممتع فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لان يغدو احدكم الى المسجد اي لان ينتقل احدكم الى المسجد وهذه دعوه من الحبيب صلى الله عليه وسلم اثبت الزمان والعلم صحتها ان يكون طلب العلم في اوقات البكور وليس على الطرائق التي يفعلها ابناؤنا وطلابنا وطالباتنا ان يجعلوا من الليل سهرا لهم ليستذكروا دروسهم وان يهملوا اوقات البكور فان اوقات البكور هي اوقات الصفاء اوقات النقاء اوقات ثبات العلم فلذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم لان العلم هو خير الرزق ومن لم يبكر في طلب رزقه فانه لا يحصل على رزق وفير فان العلم الوفير والحصول على العلم الوفير الثابت المستقر انما يكون ذلك في البكور وهذا سر اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه الالفاظ بعنايه فحينما تم الاتفاق على هذا قال لهم: لان يغدو ان يبكر احدكم الى المسجد وهذا ايضا من شرائط استقرار العلم في النفوس يحسن يا ابناء الطلاب ويا بنات الطالبات ان تكون مذاكرتكم على وضوء ان تكون و و وليس المعنى هنا المسجد بمعنى المسجد الجامع اذا توفر ذلك كان خيرا فاذا لم يتوفر فالمكان الذي تحدده للصلاه في بيتك وليحدد كل منكم مكانا يصلي فيه بصفه دائمه في البيت يكون مصلاه فيه فلتكن مذاكرته في هذا المكان وليكن ذلك على وضوء وليكن ذلك في اوقات بكور فان ذلك يعود بالخير الوفير على العلم وعلى طلب العلم وعلى طلاب العلم هكذا يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نحصل العلم بسهوله وكيف يبارك فيما حصلناه من العلم في اختيار الطريقه والزمان والمكان هذا المثلث المراد أن يوصله نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا في طلب العلم في قوله: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد ونسمع البقية بعد الفاصل إن شاء الله اهلا بكم احبه الحبيب صلى الله عليه وسلم نعود الى النص الشريف الغالي من كلام حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم لان يغدو احدكم الى المسجد زمان وطريقه ومكان فيعلم او يقرا ايتين من كتاب الله ويقاس كل طلب للعلم على هذا النحو فليقرا صفحتين فليعلم صفحتين من اي علم نافع فليس المراد علم القران ولا قراءه القران فحسب ولكن المراد اي علم ينير الدنيا اي علم ينفع البشريه لان يغدو احدكم الى المسجد فيعلم قدم العلم على القراءه فيعلم أن يتعلم آيتين من كتاب الله لا اشتراط لحجم الآيتين لأدلك بذلك على أنه ليس المراد الكم وإنما المراد الكيف فعندك آية مكونة من كلمة واحدة كقوله تعالى مدهامتان وعندك آية مكونة من نصف صفحة وهي أكبر آية في القرآن آية الدين يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه العدد ها هنا لا مفهوم له كما يقول العلماء والعدد ها هنا ليس شرطا لان المساله في ذلك ليست ان تعد ولا ان تحسب فانما الذي يمنح العلم هو الله والذي يعطي العلم هو الله فتعامل التزم بالطريقه والتزم بالادب ولا تحرج على فضل الله عليك ولا تحسب فإن الصالحين لا يحسبون على الله تبارك وتعالى ولا يحسبون معه لأن من حسب حسب عليه فلذلك ما جاء في الحديث لأن تغدو إلى المسجد فتعلم أو تقرأ آيتين وكأن القراءة درجة أقل في الثواب من العلم ففضل العلم أولا ثم جاء فضل قراءة القرآن ثانية لتكون أمة ليست امه تردد فقط ولكن لا بد ان تكون امه فاهمه لا بد ان تكون امه ذات فقه وذات فهم لايات الله تبارك وتعالى ولكتاب الله ولكل العلوم النافعه للبشريه كلها لان تغدو الى المسجد فتعلم او تقرا ايتين من كتاب الله ماذا يحدث خير لك من ناقتين كوماوين وكانه يقول لهؤلاء المخاطبين ما تحصلون عليه من الخير ببقائكم هنا في تعلمكم العلم هو اعظم بكثير مما فرحتم به في اول الخطاب وثلاث خير من ثلاث واربع خير من اربع ومن عدادهن من الابل ان فضل الله يعطيه من يشاء نسال الله ان يجعلنا من العلم وطلبته واهله انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وامته